كرة محاولة خلاص الدفاع وتعود لمصلحة الآن المنتخب السعودي عن طريق وليد للأمام باخ شوين سالم الدوسري الضربة الحرة المباشرة لمنتخب قطر اللعبة والتهيأ الله بوعلام ظهر بوعلام ظهر في الملعب كاستيدو خطيرة إماراتية لمبخوت فرصة فرصة أمام المرمى الله الهدف الأول للأبيض الإماراتي هدف جميل من علي مبخوت أمام المرمى خطيرة الله جول أول في المباراة لمصلحة المنتخب العماني عمان تسجل الهدف الأول المقوع يعملها ويوصل بالكرة إلى العنزي والعنزي الله العنزي عملها وفي المقص سكنها وأتى الأزرق وسجل الهدف الأول بالكرة بالترجمة تريدون جول يا له من جول يا علي مبخوت ويا له من عمر عبد الرحمن يا إمارات خطيرة لبدران بدران الله يحاول المرور مبخوت يسدد الله الله يا علي الله والركنية اللعبة خطيره